جوري طالعة بتاخدي العقل يا أختي، ورجيني كأنه قصير شوي. أي يي شكتك الإبرة معناها راحت عنسي. كيف يعني مسعودة؟ إيه شو بيعرفني أنا، هيك بيقولوا. ولا يهمك، خلينا نطوله شوي بلا ما يشوفه مجد، لأنه بيغار كتير. مجد ما رح يشوف الفستان علي. خير إن شاء الله. ليش مو رايحة معه على الحفلة؟ هيك على أساس. إيه بس رجع سمعني حكي بلا طعمة من لما أنا فتت على هالجامعة ونحن منتخانق مع بعضنا كل يوم. بيتحول بس يسمع بالجامعة وما بيطيق أحكي له شي عن رفقاتي. ايه معلش، الشاب مو طالع بايده شي، اجيتوا على هالدنيا مع بعض. انت طلعتي من الحاره وتربيتي بالقصور وتعلمتي ورح تتخرجي بعد كام يوم. ما شاء الله. وبعد فتره رح تشتغلي بشهادتك. بس مجد ترك الدراسه، يوم جرسون ويوم على الموتور، شو بده يعمل؟ يعني معه حق، حاسس حاله اقل منك. شو؟ أنا ربيتك لما بتفوت بتسلم. مساء الخير، كيفك أبي؟ اسمع، روح جيب لي قنينتين كبار. الزلمة ما رضي يعطيني بالدين، وأنت في معك مصاري. لا والله بابا، هذا الأسبوع لسه ما قبضت. شو هالحكي؟ تصرف مصاريك على ابن صالح الدلوعة وبتجي لعندي مفليس؟ يا واطي. بابا احكي معي منيح. يا عيني يا عيني، عم ترد بوش ابوك يا واطي يا ندل. شو بدك ياني اخذ اذنك؟ انت بدك تعلمني كيف بدي احكي بعد الزمن؟ فهمني، كيف هيك بتصرف على هديك الفلتانة وبتحرم عن أبوك المصاري يا وسيخ؟ بس يا بابا أنا كل أسبوع بعطيك كل شي بقبضه. لا تنسى المصاري المخباية. ايوه، عم تراقبني وين عم حط المصاري كمان؟ بدك تحط اللي بإيدي كل شي معك من المصاري، مو ناقصة ولا قرش. عم تفهم علي؟ أنا أب ومن حقي هالشي. يلا روح بسرعة، يلا روح جيب لي قنينة مشروب. قنينة شو لك أبي؟ أنت مانك قدران تتوازن. لك أنت شو دخلك فيني ولعك؟ وين المصاري؟ أكيد هون حيوان، أكيد معك. لك هدول المصاري شو عم يعملوا معك؟ قلي، هدول من حقي. بهالطريقة كنت تاخذهم من امي بالضرب، ما هيك؟ ولا لتكون نسيت؟